تبعتي هنا؟ ماذا؟ هكذا؟ ألا يزال صاحب الجراح السبعة حيا؟ ألا يزال سيف النار على قيد الحياة؟ أين هي جوليا؟ ما رأيك أن ترى بنفسك؟ ففي ذلك اليوم الذي أنقذتك فيه صرت صاحب الجراح السبعة. إنها على قيد الحياة. أنا الرجل الذي مزقك يا سيف النار، ومهما حاولت فالنتيجة نفسها، لكن سيكون من المسلي أن أقضي عليك أمام جوليا. سأقضي عليك هذه المرة. أنت لم تعد سيف النار الذي كنت أعرفه من قبل. لماذا؟ الطموح الذي غيرني هو طموحي المختلف عن طموحك. أنت لم تعد ندا لي بعد الآن أيها المجرم، فانسحب. أستطيع رؤية كل حركة تقدم عليها يا شين، وستخسر الآن. عليك ألا تستخف بي، فأنت تعرفني جيدا. نجم الجنوب، قبضة التدمير السريع. نجم الشمال، قبضة الدفاع. حتى لو تسللت خلفي خلسة بلا صوت فأنت غير قادر على الغدر بي. حانت نهايتك. لا أدمر طموحك هذا. جوليا. ماذا؟ جين، سأقضي عليك أيها المجرم. لماذا؟ ضربت نقاط ضغط على شكل النجم الأحمر، ستموت وشعارك مرسوم على صدرك. لكن هذه لا. صحيح، لم تنتهي معركتنا بعد يا سيف النار. ذهبت جوليا من هذا القصر آية، ولم أستطع جعلها أن تنسى الماضي لأنها كانت وفية جدا لك وحدك يا سيف النار، من أجل جوليا لكي تنساك، والآن استحالت إلى رماد أسود. لم أكن أرى سوى حمايتها. جوليا! أصابتني ضرباتك إصابات مميتة. سيف النار، قتلني! شين!